السلامة، مرحبا بكم. معكم كوتش أرفا الصهباني. مرحبا بكم في حلقة اليوم اللي هي حول مهارة ضرب عدد ذو رقمين في عدد ذو رقمين في ثواني. بالنسبة اللي عندهم مشكلة في جدول الضرب، عملت فيديوهات منهم فما فيديو أذية متاع جدول الضرب من 1 لـ9 بمهارة سهلة حلوة في ثواني تطبق. نبدأ على بركة الله. نبدأ أول حاجة بالصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أول عملية عندنا 17 ضرب 11. إذا كان أنت تخدمها بالطريقة العادية، شوف قديش تطلب من وقت. خلنا نعملها نحن مع بعضنا الساعة بالمهارة الجديدة. أول حاجة أحد لهنا عندنا 7، والعشرات 1 1 وإلا لا. عندنا العشرات في العشرات، 1 في 1 1، نحطه في الخانة ثالثة. من بعد عنا نضربه 1 في 1 7. من بعد شنية نعمله 1 في 10، من بعد 10 في 1، هنا 7 وهنا 1، ونجمعهم هذا مع بعضهم 7 مع 1 8، 107. نجي نشوفه لهنا 17 ضرب 11 كم يساوي؟ 7 في 1 7 7، 1 في 1 1، بعد 1 في 7 7، بعد 1 في 1 1، 107. ريتو قداش تتطلب وقت، معناها كيفاش نخدموها بالطريقة اللي علموهنا في المدرسة، بينما لهنا نعملها في ثواني انتي بتبيع عن طريق الممارسة والتكرار. كل ما تخدم أكثر عمليات، كل ما تتمرن تولي تخدمها بكل سهولة في ثواني. عنا 13 في 13 كما العادة نفس المهارة. عنا 1 في 1 10 في 10، 1. من بعد عنا لهنا 3 في 3، 1 في 1 9. من بعد نضربه 1 في 10 تعطينا 3. من بعد نضربه 10 في 1 تعطينا 3. هذا من زوز نجمعهم 3 مع 3 6. احنا باش نبداو ما نبداوش بالاحاد، ديما نبداو بالخانة الثالثة. ما عنا 3 خانات، نحنا نبداو بالخانة الثالثة اللي هي متاع العشرات. نضربو 10 في 10، 1 في 1 تعطينا 1. من بعد نضربو 1 في 1، 4 في 2 تعطينا 8. من بعد نضربو 1 في 10 تعطينا 4. من بعد 1 1 هذه في العشرات، وإلا العشرات في الأحاد تعطينا 2. 4 مع 2 قديش؟ 6. النتيجة 168. به لهنا شعلنا نضرب 10 في 10، 1 في 1 1. من بعد 1 في 1، 6. من بعد نضربه 1 في 10، 3. من بعد 10 في 1، 2. ونجمعه 3 مع 2 تعطينا 5. كيف زدنا هنا 11 ضرب 15 كيفاش نعملوها؟ نضربه 10 في 10، 1 في 1 1. من بعد نضربه 1 في 1، 5. من بعد 1 في 1 1، بعد 1 في 5 5، نجمع 1 مع 5 تعطينا 6. هذه 16 في 11. هذه نحبكم تخدموها في تعليق باش نشوفكم معناها فاهمين وإلا لا. البارتي هذه أصعب، ركزوا باش تفهموش معناها الطريقة هذه فيها استحفاظ، مش كما هذه سهلة حلوة، لهنا أصعب شوي. باهي ركزوا وطبقوا المهارة هذه اللي
وريتها لكم. اخدموا العملية أبية أسفل الفيديو باش نعرفكم فهمين وإلا لا. كما وصيتكم من الأول شنية تعملوا، تضربوا العشرات في العشرات، قيدها عندكم القاعدة دي، من الأول تضربوا العشرات في العشرات، معناها مثال واحد في واحد. من بعد شنية تعمل في الخانة الأولانية، تضرب أحد في الأحد، قيدها عندكم. من بعد في الخانة الوسطانية شنية تعمل، تضرب الأحاد في العشرات لهنا وتجمعها مع شنية مع لهنا حسب ما نشوفه فيها استحفاظ ولا لا. به انطبقوا نفس الطريقة. به عنا لهنا واحد في واحد، ما عنا ثلاثة خانات، الخانة الأولى الثانية ثلاثة، واحد في واحد واحد. من بعد خمسة في اثنين عشرة، نحط الصفر لهنا ونستحوذوا بالواحد. به من بعد شنية نعملو، خمسة ضرب واحد، تطلعنا خمسة وخمسة ضرب اثنين، واحد ضرب اثنين اثنين، خمسة مع اثنين سبعة، المجموعة متاع هذا من الزوز سبعة. السبعة نضيفونا أكل الواحد اللي استحفظنا به تولي قديشة ثمانية، نتيجة 180. به عنا لهنا كيف كيف، واحد في واحد واحد. به ستة في ثلاثة قديش، 12. نحط اثنين لهنا في الأحد ونستحفظوا بالواحد. بعد نعملوا ستة في واحد، ستة نضع واحد في ثلاثة، ثلاثة ستة مع ثلاثة قداش تسعة، ونضيفو لها واحد عشرة. به منجموش نكتبو عشرة لهنا، دونك نحطو صفر لهنا ونستحضر بالواحد لهنا. واحد مع واحد قداش، اثنين، مفهوم؟ به من بعد عنا 19 في 13 هذي أصعب، نفس المهارة نضربو شنية بشنية، نضربو العشرات في العشرات واحد، من بعد نضربو أحد في الأحد 27. وين نحطو السبعة؟ نحطو السبعة والاثنين وين نحطها؟ نستحضو بها لهنا، نحطها من فوق. به من بعد شنية نعملو، تسعة في واحد تسعة، من بعد ثلاثة في واحد ثلاثة، تسعة مع ثلاثة قديش؟ معي 12 وإلا ليه؟ المجموعة متاعهم 12، 12 نضيفولها اثنين، قديش تولي؟ 14. نحطو الأربعة لهنا ونستحوذو بالواحد لهنا، واحد مع واحد قديش؟ اثنين، مفهوم؟ النتيجة 247. بنفس الطريقة طبقوا أذي 14 في 13، اعملوها في الأسفل الفيديو، اكتبوا النتيجة متاعها. مثال أذي نسموها العملية هذه نسموها A، والعملية ذي نسموها B. B تكتبوا لي النتيجة متاعها زيت ذي باش نعرفكم فهمين وإلا لا. طب باش ننتقلوا، طب العدد يتكون من رقمين في عدد دو رقمين، معناها بطريقة أصعب شوي، الأحاد نتاعها أكثر من عشرة، العشرات نتاعها أكثر من عشرة. به ننتقل طول العملية الأصعب. به عنا لهنا أول عملية، 31 ضرب 21. به نفس النهار نطبقوا نفس النهار، شنو نعملوا من الأول؟ نضربوا العشرات في العشرات، ثلاثة ضرب اثنين كم يساوي؟ ستة، ثلاثة ضرب اثنين، عشرات في العشرات. من بعد شنو نعملوا؟ أحد في الأحد، أحد في الأحد، هذي تعطينا ستة، وهذي تعطينا واحد. حطوا لهنا واحد. به طو نعملوا أحد في العشرات، نجيب لهنا
أحد في العشرات اثنين مع الضرب ولا لين ب من بعد نعمله عشرات في الأحد ثلاثة في واحد ثلاثة نجمع اثنين مع ثلاثة خمسة ونحطها وين في الخانة الوسطانية مفهوم به تو ننتقلوا للعملية الثانية به شنو نعملوا نفس الطريقة نضربوا عشرات في العشرات نتحصلوا على 24 نجيو نحطوا لهنا الخانة الثالثة 24 من بعد نضربوا أحد في الأحد تعطينا 6 حطوا لهنا 6 من بعد نضربوا أحد في العشرات شنو مش تعطينا؟ تعطينا 12 ولا لا؟ به ونضربوا عشرات في الأحد تعطينا 12 ونجمعوا أذانا الزوز 12 مع 12 24 نحطوا لهنا 4 ونستحوذوا باثنين لهنا في الخانة الثالثة 2 قداش تولينا لهنا 4 مع 2 6 إذا النتيجة 2646 به شوفوا تو نشوفوا تو الطريقة هذي 21 في 43 باش معناها نطبق عليها نفس النهارة نضربوا 2 في 2 في الأربعة تطلع لنا 2 في الأربعة تطلع لنا 8 نحطوا لهنا 8 وأحد في الأحد واحد في ثلاثة تعطينا ثلاثة حطوا لهنا في الأحد قداشة ثلاثة بعد أحد في العشرات تعطينا أربعة بعد أحد في العشرات اثنين في ثلاثة تعطينا ستة ستة مع أربعة قديش عشرة نحط صفر لهنا الخانة الوسطانية ونستحفظه بالواحد لهنا بنتيجة قديش ثمانية مع تسعة قديش ثمانية مع واحد كم يساوي تسعة نتيجة 903 به كيف كيف عشرات في العشرات خمسة في الست تعطينا 30 ولا لا وأحد في الأحد هذية قداش تعطينا ثلاثة به نحط لهنا العشرات في العشرات لهنا المكان نتاعها في الخانة الثالثة والأحد في الأحد لهنا به وين نحطه أحد وين أحد في العشرات ثلاثة ضرب خمسة كم يساوي 15 هنا 15 به وستة ضرب واحد ستة به 15 مع ستة كم يساوي 21 نحط واحد لهنا ونستحضر باثنين لهنا اثنين مع صفر اثنين اذا النتيجة 3213 مفهومة به نعطيكم عملية اخدموها واكتبوا النتيجة في تعليق هذا هي مثال العملية هذه سي الأخرين أ ب وهذه هي سي ب مثال
تعطيني النتيجة نتاعها باش نعرفكم فاهمين وإلا لا. به حاليا باش نعطيكم خطوات إن شاء الله تكونوا فهمتوا المهارة أذية. طب باش نعطيكم خطوات أذية اللي تساعدكم باش تعاونوا ولادكم إنهم يحبوا مادة الرياضيات. فما برشا أولياء يقولوا معناها ولدي ما هوش حافظ جدول الضرب، ولدي ما يحبش الرياضيات. أنا طو باش نعطيكم خطوات أذية تساعدكم باش تعاونوا بها ولادكم باش يحبوا مادة الرياضيات. عنا أول خطوة اللي هي إنك تخلي ابنك يلعب باللعبة اللي يحب عليها هو. مثال إذا كان هو مثال يحب لعبة المكعبات، هذاك ما كان يلصقوا في بعضهم يعمل منهم أشكال، أنت شنو تقول له؟ تقول له مثال كي باش تصنع روبو قداش يحب له من مكعب. هو مثال يصنع روبو ومن بعد يحسب قداش من مكعب عمل بهم الروبو هذاك. مثال سفينة باش تعمل سفينة قداش يحب لها من مكعب. إذا كان أنا مثال حاشي بثلاثة روبوات، وإذا كان الروبو مثال يتعمل مثال نقوله بثلاثين مكعب وأنا حاشي بثلاثة روبوات، بثلاثة روبوات قداش يطلبوا من مكعب. هكايا باش تحبب ابنك في الرياضيات. الخطوة الثانية أنك تلعب مع ابنك. مثال الكارتة هذيك تشد تنحي منها أكا تصاور أكا العشرة تنحيها والتسعة تنحيها والثمانية تنحيها، تخلي كان أكا الأرقام. باهي باه تعلم ابنك، تقول له مثال الورقة هذي قداش فيها من قلب، مثال يبدأ فيها هي خمسة قلوب، الورقة هذي قداش فيها من قلب، تجبد مثال الورقة اللي فيها الورد، الورقة هذي قداش فيها من ورد. فهمت كيفاش؟ مثال كل واحد فيكم ياخذ خمسة كوارت باه، وتفرشوا من لوتا وراء. مثال إذا كان هو عنده سبعة ومن لوتا فما مثال ورقة فيها كارت فيها أربعة والأخرى فيها مثال ثلاثة، هو يهز السبعة والثلاثة والأربعة معناها هذاك مكملين. هنا أنت تشجعه وتفرح له باللي هو يربح، من هنا هو يولي يحب الرياضيات، معناها اربط له الرياضيات باش باللعبة متاع الكارتة. خطوة أخرى اللي هي أنك تعلم ابنك المسؤولية. كيفاش؟ مثال تمشي معاه للمحل، مثال ولا تمشي معاه للسوق، تزو معاك للسوق تقول له مثال شنية أسوام النوع هذايا، توريه النوع وتقول له شنية الأسوام بتاع النوع هذايا وهو يقرأ به، وتقول له مثال أنا كي باش نشري النوع هذايا، مثال نقول له سمها بمية نوع عادية قشو، نقول سمه بمية به، وانا مثال اعطيتك دينار به، قداش ياخذ مولاي الحانوت وقداش يرجع لك. مثال يقول لك انا باش نعطي مية لله مولى الحانوت ياخذك الدينار، ياخذ الدينار ياخذ المية ويرجع لي الباقي، وقداش الباقي نعملو أكلالف ونطرحو منها قداش المية يفضل لنا 900. فهمتو كيفاش؟ لهنا تحبو في الرياضيات. تعطي مثال إذا كان الحانوت قريب لداركم أنتي تعطيه يمشي يشري النوع هذاك، قل له مثال اشري طو باش نعطيك تشري من نفس النوع عادية ثلاثة كوشو واحد لزوز لأخواتك مثال،
قداش نعطيك عليها؟ يقول لك 300 نفاء. قل له إذا كان أنا باش نعطيك 500 قداش باش ياخذ مول الحانوت وقداش باش يرجع لك؟ يقول لك مول الحانوت ياخذ 300 ويرجع لي 200. فهمت كيفاش؟ من هنا تحبوا في الرياضيات عن طريق معناها تتمرنوا عن طريق سواء اللعب والا تمرنوا كيف هكا تعلموا المسؤوليه وكل شيء. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. كيفاش كنت انا قبل في مادة الرياضيات في الابتدائي في الثانوي في الاعدادي في الجامعة؟ انا في البداية باش نحكي لكم البداية في الابتدائي، انا قبل نحب الرياضيات برشا، نحب اي حاجة علوم، رياضيات ايقاظ اي حاجة علوم فيزياء. المهم انا شنية كنت نعمل قبل؟ كنت الدرس اللي باش نقراه كيف ما نقولوا عند المعلم غدوة انا نحضره بالمسبق. مثال اليوم قرينا عند المعلم درس، انا نكون سابقة المعلم نعمل برشا دروس اخرين. كنت قبل من كثر ما نحب الرياضيات نبدا انا سابقة المعلم في الدروس، نخدم ديما نحب نخدم التمارينات، نخدم المسائل، حتى في صورة ما كملت الكتاب الكل خدمته الكل شنية نعمل؟ نعمل تمارينات وحدي، نتدرب وحدي، نعمل عمليات نخدمهم وحدي، برشا عمليات نعمل في ورقة، برشا عمليات نعمل، حتى مسائل لروحي ونحل المسائل هذيك. وزيدة إضافة إلى ذلك نشري كتب متاع باراسكولير، كتب متاع تمارينات، كل كتب نفليهم فليين، ما نخليش معناها حتى ورقة نظيفة، ديما نحب أنا نبدأ عاملة كيف، حتى الكتاب متاع كتاب المدرسة متاعي نحبه ديما معناها مبلبس بالكتاب، معناها مخدوم الكل. ما نحبوش يبدا نظيف هكايا. انتم زاده كيف كيف، حتى ولادكم كي يقراو خلوهم يجاوبوا حتى على الكتاب، خلوهم يجاوبوا حتى على الكتاب، ما تخليوش يخلي الكتاب نظيف هكاك، باهي باش هذيك تسترسخ له في مخه، يقول انا خدمت هكا التمارين هذاك ووقتها فهموا كل شيء وبيراجعوا، معناها نهار الامتحان يبدا في فورما يبدا حاضر. على ذلك انا كنت متفوقه ديما، معناها نكون سابقه ديما، معناها نتمرن اكثر. الرياضيات كل ما تخدم اكثر كل ما تكون النتيجه معناها خير، كل ما معناها العمليات تولي تخدمها في معناها وقت قليل، كل ما تولي قادر انك تحل المسائل، قادر انك تحل اي عملية مهما كان. شكرا على حسن المتابعة. كان عجبكم الفيديو اعملوا لايك، مش لايك برك كان لازم 3 لايكات، واذا كان ماكش مشترك اشترك في القناة وفعل الجرس باش يوصلك كل فيديو جديد. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، نتلقاو في فيديو جديد، باي باي.